مالك يا سوكا؟ ايه يا حبيبي؟ هو انا كل ما اجي كده شجر على سندس الاقيك قاعد حزين كده زي ما يكون ميت لك جاموسه ولا بقره يا راجل؟ قلقان يا عم شكري. هاجر جالها عريس واخوها مصمم يجوزها وعمال يزن في ودانها زي الناموسه الرخمه. الجواز قسم ونصيب، وان شاء الله بعون الله ربنا هيبعت لك نصيبك. معقول يا عم شكري بعد الحب اللي حبته له ده ممكن هاجر تبيعني؟ لا يا ابني، انا حسب تجربتي يعني في الدنيا الست عمرها ما تبيع رجلها، حتى لو تقدم لها قارون بماله نفسه ما توافقش ابدا. انا عمال اكلمها كل شويه، بقالي يومين عمال اكلمها عم شكري ما بتردش، انا قلقان قوي. معلش يا ابني، هتلاقيها في نبطشيه ولا عمليه. ادعي ادعي، احنا غلابه وربنا هيستجاب مننا، وهي كمان غلبها. انا ورايا للدعاء. يا رب يا عم شكري اسمع من بقك ربنا. يا رب. يا اس شكري خد يا اخوي دوق الرز بلبن بتاعي بالمكسرات، صنعت ايديا وحيات عينيا. دوق، ده كان ابو الواد سوكا الله يرحمه كان يقول لي احلى رز بلبن من ايديك يا ام سوكا. خد يا واد يا سوكا دوق. بقول لك ياما بعيده عني ياما، ولا عايز اكل ولا اشرب، سيبيني في حالي ربنا يخليك. دوق انت يا حبيبي. ايه ده بالمكسرات؟ المكسرات ده جميل. ما شاء الله ما شاء الله، ده ناقص سكر. ها ان شاء الله عنكم ما اكلتم انتم الاثنين. الله يرحمك يا ابو سوكا كان دايما يقول لي اجمل حاجه فيك يا ام سوكا الرز بلبن بتاعك، كان راجل اكل رز بلبن بجد بجد بجد. اجيبك منين يا ابو سوكا دلوقتي؟ اجيبك منين يا اخوي؟ عشان كده فيص منها. هايدي يا حبيبتي سلامتك، سلامتك يا روح قلبي. الف سلام عليك يا هايدي. علاء المأمور قال له انك انت اتنقلتي المستشفى فمر عليا وجابني هنا. معلش يا هايدي، انا عارف ان موقف صعب، بس حاولي ما تاخديش كل حاجه على قلبك، وان شاء الله ازمه وهتعدي. هايدي حبيبتي، انا عارف انك في محنه وموقف صعب عمرنا ما كنا نتخيله، بس اوعدك وانا بابا بقى اللي بوعدك انك هتخرجي من هنا في اقرب وقت ممكن، هترجعي بيتك فلوسك وحياتك. انتوا هتفضلوا تضحكوا عليا لحد امتى؟ تقعدوا تقولوا لي هتخرجي وهتتحل، ولا بخرج ولا بتتحل. انا حاسه ان انا خلاص هقضي باقي عمري هنا في السجن، انا خسرت كل حاجه وبقيت مجرمه وسوابق. المهم بس ان يكون ضميرك مستريح، وانك تكون حاسس انك اديت واجبك وانت شايفني بالمنظر ده. انا هفضل معاكي لغايه ما تخرجي من هنا، وان شاء الله ده هيكون في اسرع وقت. ايوه ايوه ايوه، وضبي الدنيا كده يا قمر عشان الناس اللي جايين. ربنا يسعدك يا حبيبتي. بالمناسبه انا كلمت خالاتك وعماتك وجايين النهارده. انا مش فاضيه النهارده، عندي شغل. نعم، يعني ايه مش فاضيه؟ ده النهارده خطوبتك يا حبيبتي. بس انا مش موافقه. مش موافقه على ايه بس يا حبيبتي؟ بدأ عريس يترفض برضو؟ شاب كويس وحليوه وصغير وابن ناس طيبين محترمين، انا مش فاهم ازاي يترفض. انا مش عايزه اتجوز دلوقتي. انت اللي فتحتي سيره الجواز ده. لما جبتي لي الواد الصايع الضايع بتاع الكباريهات، قلت يا واد يا فواز لازم تختار لها واحد كده يليق بيها وبعيالها اللي هتخلفه. خلاص يا فواز، انا غيرت رايي ومش عايزه اتجوز دلوقتي. طب تعالي يا حبيبتي اقعدي، ربنا يهديك يا رب. قولي لي انت ناويه تتجوزي امتى؟ لما اخوك اسنانه تقع وشعره يشيب ان شاء الله ولا ايه؟ لما ربنا ياذن هتجوز. يا حبيبه قلبي، انت مش حاسه ان اخوك سنه بيكبر ووقف جنبك طول عمره واخر دنيته وحياته عشان يطمن عليكي؟ على عيني وعلى راسي اللي انت عملته معايا يا فواز، بس تطمن عليا مع واحد انا اختاره، مش ترميني كده والسلام عشان تخلص مني. هرميكي ايه بس يا حبيبتي؟ انا لو كنت فكرت في نفسي ولو مره واحده بس كنت اتجوزت من 10 سنين فاتت، لكن قلت لا، دي اختك الوحيده لازم تسطرها وتشوفها وهي في بيت عدلها واطمن عليكي، وبعد كده ابقى اشوف حياتي انا. تشوف حياتك؟ خلاص زهقت مني؟ عايز تدفعني نص عمري اللي جاي تمن نص عمري اللي وقفت فيه جنبي يا فواز؟ بقى كده يا هاجر، للاسف انت مش شايفه غير نفسك وبس، ويا ريتك شايفه صح. لا بقى، انا شايفه صح كويس قوي. انت عايز تخلص مني عشان الشقه. شقه ايه والكلام الفاضي اللي بتقوليه ده؟ فين عمري وفين صحتي؟ ويا ترى لو فكرت اتجوز النهارده مين هتقبلني؟ واحده مطلقه ولا واحده ارمله؟ ولو حبيت اخلف الفرق بيني وبين عيالي هيبقى قد ايه؟ ويا ترى هيقولي بابا ولا جده؟ يا فواز، انت ابويا واخويا وكل حاجه ليا،
بس حرام عليك لما ترميني الرمية دي، أفضل شايلها همها طول عمري. أنا لا برميكي ولا بجوزك جوازة أي كلام ولا بديكي الواحد قد أبوكي. أنا عاوزك تبقي أسعد إنسانة في الدنيا. أنتي لسه صغيرة يا هاجر، وإن شاء الله تتجوزي وتخلفي، وبعد كده إن شاء الله تفتكريني وتقولي الله يمسيك بالخير يا فواز يا أخويا، أنت فعلا اخترت لي صح. ربنا يهديكي يا هاجر، ربنا يهديكي. بص يا إبراهيم، أنا جايباك عشان أقول لك تنسى أي كلام إحنا اتكلمنا فيه قبل كده، أنت لا تعرفني ولا أنا أعرفك. الله 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 الله، يا نوجة سكة المطبات الجديدة دي. ما هو خلاص، أنا مروان ما بقاش ينفع إن إحنا نبعد عن بعض، أنت بقى اللي لازم تبعد عننا وتشيل كل الهبل بقى اللي في دماغك. هبل إيه ونيلة إيه؟ أنت اللي هبلة، عاوزاني أنزل مصر وأسيب 50 مليون؟ استهدي بالله كده يا نجوان وصلي على النبي، وما تبوظيش الدنيا عشان خاطر واعده نفسك بعيل ابن حرام. انت مالك انت؟ حياتي وانا حره فيها الله. انت هتزعقي لي في اليونان كده؟ بص يا ابراهيم، انت لو ما بعدتش عن طريقي انا ومروان هخليه ينسفك من على وش الارض. انت بقى ما تعرفش مروان لما يغدر. لا وعلى ايه؟ الطيب احسن يا نوبه، بس انا ما ينفعش ارجع مصر. انا لو نزلت مصر سلومه هيموت. خليني عايش معاكم هنا وشغال سواق، وانتوا افرحوا بابنكم زي ما انتوا عايزين. نعم يا اخويا، انت بتصعبطني ولا ايه؟ هما يومين انت هتدور على شغلانه بعيد عننا احنا خالص، والا يا ابراهيم هتشوف نجوان عمرك ما شفتها قبل كده. هات دول. شكلها هتبوظك بداكي. تبوظ؟ تبوظ مين؟ ده انا قتيل. ماشي. يوه، هو عادل الفرد يعني فنان ولا مش فنان؟ ولا هو يعني بتاع كفته؟ مش مهم، بس احنا لحد دلوقتي ماشيين كويس جدا الحمد بس لله. بس انا بقى قلقان من اللي بعد كده ده. كوريا انت بتقعي كتير، موضوع باريس وباريس ده لوحده مصيبه، مروان ده مش سهل، ده تعلم. عشان كده يا عماد انا كنت حاطك في النص علشان اشغله بيك فما يركزش مع كوريا. وانا شرف امي انها فنان، انا سمعت باريس وكلنا عارفين ان باريس دي بلد، قلت اما اعرفه اني عارفاها واديت له اماره بالبرج. انا شرفني بقى يجي في بال مين يعني في واحده اسمها باريس؟ طب ما انت اسمك كوريا وكلنا عارفين ان ده اسم بلد كلها. خلاص فهمت، باريس بقى ولا مش باريس كلها اسامي ربنا. يلا انا همشي، خليني معاك بقى على التليفون. ها اوكي، شكرا يا عماد. باي ندور. باي كوري. سلام. ايه ده؟ تليفون من مصر. الو. الو، صباح الخير يا نادر. اهلا يا ساره، ازيك؟ عامله ايه؟ انا حلوه. وانت؟ اكيد مش حلو زيك. ما بتتكلميش من تليفونك ليه؟ انت عارف هنا مانعين التليفونات خالص. صح. الحمد لله بقيت كويسه جدا. هتيجي امتى عشان تاخدني؟ مش عارف قدامي قد ايه بصراحه ساره، بس هحاول ما اتاخرش ان شاء الله. طيب يا بيبي، اعمل حسابك ان انا محبوسه هنا لحد ما ترجع. ايه لحقتي ازاي؟ لا خالص، بالعكس، انا بس حاسه اني اول ما هخرج هبقى بتولد من جديد زي ما بيقولوا لنا هنا، فمستعجله قوي اني اتولد من جديد يا نادر. ما تقلقيش هرجع لك على طول ان شاء الله، خلي بالك من نفسك. ماشي حاضر، يلا باي باي. يا ساره دي من بقى ان شاء الله الحته بتاعتك. يلا حبيبي. Thank you. انت مش متخيل انا فرحانه بالبيبي ده قد ايه، وبعدين نفسي قوي اشوفه في السونار. يا حبيبتي انا حاسس فرحتك قوي بجد، حاسك. خدي يلا امتي. ايه ده امتي بس؟ يلا دي موافقتك على العمليه. عمليه؟ عمليه اجهاض؟ ليه يا مروان؟ حرام عليك، انا مش عاوزه انزله. امتي بس، امتي امتي بس، خلصيه يلا. عشان خاطر يا مروان ما تعملش فيها كده، ده انا فرحانه قوي بالبيبي ده، ونزلت واشتريت له هدوم، وبعدين انا بحبك ونفسي في حاجه منك. انا كمان بحبك، عشان عايز احافظ عليكي عايزك تنزليه. طب ليه؟ انا عملت لك ايه؟ ما بلاش شغل الشلت والحواري ده، سيبك من كلام ده، ده انتصار. ولازم تمسك الراجل وتربطيه جنبك بشوية العيال. ها؟ سيبك من الحاجات دي خالص،
انا حبيتك عشان انت ورق العنب، عشان انت مختلفه. طب خلاص انا مش عاوزه جواز ولا عاوزه اي حاجه، بس ابوس ايدك يا مروان عشان خاطر ما تحرمنيش من البيبي ده، سيبهولي. مش عارفه اقول لك ايه يا حبيبتي، انا كده كده مش هعترف بيه ومش هسميه باسمي. خلاص يا اخويا خليه ونكتبه باسمي، مفيش ولا اي مشكله. يرضيكي؟ يرضيكي اول بيبي ليا اكتبه باسم مره؟ وبعدين انا كنت غايب عنك فتره كبيره، وانت كان حواليك ذئاب بشريه كتير، وانا ما اضمنش بقى اي ديب من دول جه جنبك عمل ايه وانا ما كنتش معاكي. معقوله انت بتشك فيا؟ انا بحبك وعايز احافظ على علاقتنا، وهكوني فاكره ان انا قاعد باخد ودي معاكي في الكلام ودردش اذا كنا ننزله ولا ما ننزلوش. لا انتي هتنزليه، عارفه ليه؟ عشان انا قررت. طب ولو انا مش عاوزه انزله؟ يبقى قدامك حل من حلين، يا اما نستغل المكان الطبي الحلو ده وتنزليه وتبقي انتي في امان. امال ايه؟ انا جايبك هنا ليه؟ عشان خايف عليكي وبحبك. يا اما الحل التاني نخرج من هنا ونزله انا بايديا، بس ساعتها انا مش عارف انت هتكوني عايشه ولا ميته، وفي الحالتين اذا كنت عايشه او ميته فاحنا علاقتنا انتهت. ها ايه رايك؟ اختاري. اخترتي؟ امضي بقى، يلا يلا امضي. يلا حبيبتي، يلا حبيبي، بسرعه بس. ايوه عشان اتأخرنا عن الناس. يلا حاضر.